وقذاره الولد من قذاره ابيه انها القذاره العقائديه السيستانيه هذا هو الجزء الاول من الكتاب الذي عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج محمد رضا السيستاني انه مرجع المستقبل دار الفقه للطباعه والنشر وهذه هي الطبعه الثانيه ألف واحد وأربعين هجري قمري قم المقدسة صفحة ثمانين من الجزء الأول يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا كل التفاصيل سأذهب إلى موطن الحاجة من كلامه وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، هو تحدث عن الصلاة والصيام والحج وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض ثم يقارن بين الولايه والصلاه الى بقيه كلامه هذا المنطق العقائدي القذر الوسخ من اين جاء جاء من نفس هذه الحوزه النجفيه الوسخه القذره التي لا تمتلك جهاز المناعه العقائدي ما فيها من براءه فكريه والولد على سر ابيه والسيستاني على سر استاذه الخوئي والقذاره هي القذاره والوسخ العقائدي هو الوسخ قارنوا بين هذه المزبله وبين ما عرض في هذا البرنامج من مضمون بيعة الغدير من مضمون الاعتقاد بالولايه والامامه ومن ان الإمامة المعصوم هو اصل الاصول هو ديننا هو حقيقه ديننا قارنوا بين منطق محمد وال محمد ما عرضته لكم ما هو من عندي عرضت لكم قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم وادعيتهم وزياراتهم هذا هو الذي وضعته بين ايديكم ما جئتكم بكلام من عندي او بكلام من غيري من ابناء البشر هو قرانهم وحديثهم فقط قارنوا بين هذه المزبله وبالمناسبه هذا الكتاب يعده شهادة لمرجعيته. والمراجع الباقون الغبران الشياب الباقين يحسدونه على انه الف موسوعة في احكام الحج. وهو يفتخر بهذا الكتاب المزبله. العقل الذي يستخرج عقيدة بهذا الضلال هل يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح هذا هو مرجعكم في المستقبل وأنتم ما شاء الله تتنقلون من قمامة إلى قمامة ومن مزبلة إلى مزبلة هذا المنطق قارنوه بمنطق زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم كل شيء في عالم التكوين وفي عالم التشريع فكيف تتفوق الفروع التي هي في حاشيه دينهم تتفوق على ولايتهم التي هي الاصل هذا هو المنطق الخرائي العقائدي في حوزه النجف هذا هو منطق الخراء العقائدي هكذا يعلمونكم وهكذا يعدون المراجع لكم هذا مرجعكم المستقبلي وهذا هو الذي يقودكم الان في دينكم ودنياكم بهذه العقيده بهذا الضلال هنيئا لكم هنيئا لكم بمراجعكم هؤلاء وهنيئا لكم بهذه العقائد الخاصه